ولذلك لا تقلب ورقة من هذا المصحف إلا وتجد هذا الواعظ يناديك حين يذكرك باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته جل جلاله أو بفعل من أفعاله سبحانه وتعالى الحكيمة، فعندما تقف مع ذلك كله تزداد علما بربك جل جلاله. أعظم ما يسلكه الإنسان لتعزيز هذا الأصل العظيم في نفسه إنما هو أن يزداد علما بربه جل جلاله. العلم بالله أوجب العلوم وأفرض علم على الإنسان، وأن يزداد الإنسان منه علما إنما هو علمه بربه جل جلاله، أن يزداد علما بما له سبحانه وتعالى من كمال الملك والجلال وعظمة السلطان، وما له من كمال الحكمة وكمال الرحمة وكمال القوة وكمال القهر جل جلاله، بما يملأ قلب الإنسان أنه لا أحد أحق في أن يأمر في هذا الإنسان من هذا الرب العظيم جل جلاله، ويشعر أن قمة الذكاء بالنسبة له حين يخضع لهذا الرب العظيم وحين يستسلم لحكمه وشرعه جل جلاله، يشعر أنه هو أذكى ما يكون وأزكى ما يكون عندما يتعامل مع هذا الرب العظيم جل جلاله بهذا التسليم والخضوع له سبحانه وتعالى. والإنسان في حياته كم يسلم لمن يتميز عليه في علم شيء وفي معرفة أمر، فكيف لا يسلم بعد ذلك لمن له العلم المطلق جل جلاله؟ علمه بكل شيء قد كان في القديم، وعلمه بكل شيء كائن الآن، وعلمه بكل شيء سيكون بعد الآن، وعلمه بالشيء الذي لا يكون لو كان كيف يكون. كيف لا يسلم لمن بيده الأمر كله، فلا يكون شيء في هذا الكون إلا بإرادته وتدبيره ومشيئته سبحانه وتعالى؟ كيف لا يسلم لمن خلق العباد ويقبض الأرواح متى شاء ويحييها متى شاء جل جلاله؟ فالعبد المؤمن كلما ازداد علما بربه ازداد ثقة في دينه وقوي عزمه وثبت على هذا الصراط المستقيم، وعندها لا يكون لوسوسة الشيطان وكيد جند إبليس أثر على نفس امتلأ قلبها بالعلم بالله جل جلاله. وما أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه واعظا للقلوب أكبر من هذا الواعظ، استحضار معية الله، معية الجلال والعظمة له سبحانه وتعالى. فهذا أعظم واعظ للقلوب أنزله الله عز وجل في كتابه. ولذلك لا تقلب ورقة من هذا المصحف إلا وتجد هذا الواعظ يناديك حين يذكرك باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته جل جلاله أو بفعل من أفعاله سبحانه وتعالى الحكيمة، فعندما تقف مع ذلك كله تزداد علما بربك جل جلاله، فتعظم الثقة بالله سبحانه وتعالى.